أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن تنشئت يا رب العالمين تجعله الصعب سهلا. إن شاء الله هنحل التمارين متنوعة للصف الأول الإعدادي، فصل دراس أول عام 2021-2022 على الوحدة الأولى. تمارين متنوعة للوحدة الأولى، الوحدة الأولى اللي هي الأعداد النسبية والعمليات عليها. يعني إيه العمليات؟ اللي هو الجمع والطرح والضرب والقسم، هذه تسمى العمليات. هنا بيقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. كل عدد صحيح هو عدد نسبي. طبعا احنا اتفقنا ان الاعداد الصحيحة كل ما قامتها واحد يبقى توضع على صورة الف على باء، حتى الصفر. الصفر بتحط على صورة الف على باء اللي هو صفر على واحد، يبقى العبارة دي صحيحة. كل عدد نسبي له معكوس ضربي؟ طبعا لا، لان الصفر ملهوش معكوس ضرب، ما ينفعش اقول واحد على صفر. المعكوس الضربي للعدد النسبي عدد صحيح، مش كل عدد نسبي معكوس الضرب بتاعه عدد صحيح. فمثلا لو انا اخدت 3 على 2 او 2 على 3، معكوس الضرب هيبقى 3 على 2، بل معكوس الضرب للعدد النسبي عدد صحيح خطأ. الصفر عدد نسبي؟ نعم هو عدد نسبي. الأعداد النسبية 12 على 16 و15 على 20 و3 على 4 تمثل بنقطة واحدة على خط الأعداد. نشوف 15 على 5 فال3 على 5 فال4، يبقى دي هو ده. 2 على 4 فال3 على 16 على 4 فال4، يبقى ده هو ده هو ده ده هو ده هو ده. يبقى نعم كل دول هي نقطة واحدة اللي هي 3 على 4. 2 و5 معكوس ضربي العدد النسبي 5 و1/4. نشوف 2 في 5 بكام؟ ب10، 1 11 على 2. 5 في 4 ب20، 1 21 على 4. دي معكوس ضربي للعدد النسبي ده؟ طبعا لا، لان انت لو قلبت دي هتبقى 4 على 21، ما بتقبلش القسم على بعضها، ودي 11 على 2 ودي 21 على 4. لا، 3 على س ناقص 3 هو معكوس الجمع اللي عدد نسبي 3 على 3 ناقص س. هناخد العدد ده اللي هو 3 على 3 ناقص س، وناخد نضرب بسط ومقام في ناقص، لان ضربت هنا في ناقص وهنا في ناقص كأن ما عملتش حاجة. يبقى -3 على -3 + س، اللي هتبقى -3 على س - 3. اصبح المقام س - 3، هنا س - 3، البسط هنا 3، هنا -3. يبقى فعلا ده معكوس جمعي، ده معكوس جمعي لده، دوت معكوس جمعي لده. 2 على 7 + 3 على 5 معكوس ضربي للعدد النسبي ده. نشوف ناخد مقام مشترك 35 على 7 فيها 5 × 2 = 10، 35 على 5 فال7 × 3 = 21، بده 31 على 35، ده أصل العدد ده. لو قلبته هيبقى معكوس ضربي، ما هو المعكوس الضربي انت بتخلي بسط مقام المقام بسط، اهو اصبح المقام بسط والبسط مقام، بدهوت فعلا معكوس ضربي للعدد ده. طيب نشوف السؤال 2. عوض الاجابة صحيحة اذا كانت س + 2 على س = 5 على 2 على 5، فان س بكام؟ شوف هنا س حط مكانها 5، هنا الاتنين زمايل والسين حط مكانها 5، يبقى س بكام؟ 5.
إذا كانت 5 ألف بتساوي 45 وباء في ألف بتساوي 1، فإن باء بكام؟ شوف أنا عايز أضرب هنا، ممكن تحلها بطريقتين. هتقول تقسم على 5 هيديني الألف بتساوي كام؟ على 5 في 1 على 5 في 9، الألف بكام؟ ب9. يبقى باء في ألف بتديك 1 إزاي؟ إذا كانت الألف ب9 يبقى لازم الباء بكام؟ معقوس الضرب للتسعة اللي هو 1 على 9، عشان نضرب في 9 يدي 1، أي عدد في معقوس الضرب يدي 1، يبقى باء بتساوي 1 على 9. إذا كانت س على ص بتساوي 2 على 3، فإن 3 على 2 في س على ص. أنا هضرب هنا في 3 وأضرب هنا في 2، يبقى أضرب هنا في 3 وأضرب هنا في 2. لو شلت 3 مع 3 2 مع 2، يبقى أنا ما عملتش حاجة كده. يبقى أنا لما بضرب هنا في عدد بسط أضرب في البسط هنا زي المقام، أضرب في المقام هنا. طيب يبقى 2 في 3 بكام؟ 6. و3 في 2 بكام؟ ب6، تساوي كام؟ 1. إذا كانت 3 على 7 س بتساوي 42، فإن 5 على 7 س بتساوي كام؟ طيب هنا نحسب السين بس الأول، يبقى أضرب في المعقوس الضربي ل3 على 7، يبقى 3 على 7 أضرب في المعقوس الضربي اللي هو 7 على 3 في السين بتساوي، أنا ضربت الطرف ده في إيه؟ في 7 على 3، يبقى أضرب ده زيه 7 على 3 في 42، تمام كده؟ على 3 في 1، 3 في 1 فيها 4 14، ودي مع دي فالواحد، يبقى أصبحت س بتساوي 7 في 14. 4 في 7، طيب السين ب7 في 14، يبقى 5 على 7 س بتساوي 5 على 7 في 7 على 14 في 7 في 14. أشيل 7 مع 7 يبقى 5 في 14. 4 في 5 ب20، 1 في 5 ب5 و2 ب7، يبقى 70. السؤال الثالث، أكمل بنفس التسلسل 6 و5 وربع و4 ونص، عمل إيه؟ شيلنا من 6 كام؟ 3 على 4، أصبحت 5 وربع. نشيل من دي بقى 3 على 4 زيها، يبقى نشيل ربع بقى النص، نشيله من 5 يبقى 4 ونص. هنشيل برضو 3 على 4، شيلنا النص بقى ربع، يبقى دي 3 و3 على 4. ما شيلت النص بقى ربع، تشيل من 4 يبقى 3 3 ارباع. شيل 3 على 4 بقى 3، شيل من 3 3 على 4 يبقى 2 وربع. شيل الربع بقى نص من 2، 1 ونص. شيل النص بقى 1 يبقى 3 ارباع. طب دي 8 وسالب 4 و2 وهكذا. طب اعمل ايه؟ اقسم على سالب 2، موجب على سالب سالب، 8 على 2 فال 4، نقسم كله على سالب 2، سالب على سالب فالموجب، 4 على 2 فال 2، موجب على سالب فالسالب، 2 على 2 فال 1، سالب على سالب فالموجب، 1 على 2 فال 1 على 2 نص. طيب موجب على سالب فالسالب، نص على 2 فالربع، وهكذا. طب إذا كانت س بتساوي 3 وسط بتساوي 3 على 4 وعين بتساوي 3 سالب 3، عين بتساوي سالب 3، س بسالب 3 ص ب3 على 4 عين بسالب 3، أوجد القيمة العددية لكل مما يأتي. عندنا س سالب 3 ص 3 على 4 عين سالب 3، عاوز س ص عين بتساوي سالب 3 في 3 على 4 في سالب 3، سالب سالب موجب، طبعا نعمل دي في أقواس كده،
سالب سالب بموجب، سالب سالب وموجب سالب، على التلاتة في الواحد تلاتة في الواحد بي ايه أربعة تلاتة على أربعة. طيب عاوزين نجيب س ص زائد ص ب بتساوي س، سالب واحد على تلاتة في ص، تلاتة على أربعة زائد تلاتة على أربعة في سالب تلاتة تساوي على التلاتة في الواحد تلاتة في الواحد، سالب موجب بالسالب واحد على أربعة، سالب موجب بالسالب تلاتة في تلاتة بتسعة على أربعة، بتساوي عندي أربعة مكون مشترك والسالب الاتنين زي بعض هنجمع واحد وتسعة عشر على أربعة تساوي سالب خمسة على اتنين، جاب اتنين ونص. طيب عايز س ص على ع، س ص على ع، س سالب تلت ص تلاتة على أربعة، ع سالب تلاتة بتساوي على التلاتة في التلاتة في الواحد بقى سالب واحد على أربعة على سالب تلاتة، سالب على سالب في الموجب تساوي واحد على تلاتة، واحد على أربعة على تلاتة يبقى تلاتة على أربعة، مقام مقام يبقى بسط. طيب باقي س على ص زائد ص على ع بتساوي س سالب واحد على تلاتة على ص تلاتة على أربعة زائد ص تلاتة على أربعة على ع يا سالب تلاتة بتساوي سالب واحد على تلاتة في أربعة على تلاتة، موجب على سالب سالب تلاتة على أربعة في واحد على تلاتة، خلاص على التلاتة في الواحد تلاتة في الواحد بتساوي سالب واحد في أربعة بأربعة على تسعة، تلاتة في تلاتة تسعة، سالب واحد في واحد بواحد وأربعة في واحد بأربعة، ستة وتلاتين مقام مشترك على التسعة في الأربعة في أربعة بستاشر بسالب ستاشر، ستة وتلاتين على الأربعة في التسعة في واحد بتسعة بتساوي سالب خمسة وعشرين على ستة وتلاتين. وكده خلصنا التمارين المتنوعة، وإن شاء الله نلتقي في فيديو آخر، ونرجو منكم الدعم والمشاركة، وأرجو منكم الدعاء، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.